وما أحدثه هذا التكفير الذي أخذ واقع الظاهرة في المجتمع المسلم ليس التباعد وخلق الفواصل الفكرية والنفسية في صفوف المسلمين وطوائفهم فحسب، بل حول الأمة في عدد كبير من أقطارها إلى أمة مذابح دموية داخلية جاهلية واقتتال بشع شنيع. وإذا كان التكفير في أول ظهوره في تاريخ الأمة عن جهل أو سوء نية فردية، فهو وليس لزمن قريب فحسب، تقف وراءه سياسة دولية معادية للإسلام والأمة الإسلامية. وإذا كانت هناك ظاهرة تكفير تتخذ المذهب السني منطلقا لها، متحدثة باسمه، مدعية كذبا بأنها الممثل الحقيقي له دون من عداها ممن ينتسبون لهذا المذهب الإسلامي الكريم، فإنه صار في نظر الأعداء ألا بد من ظاهرة تكفير تتخذ المذهب الشيعي منطلقا لها وتتحدث باسمه وتدعي أنها الممثل الحقيقي لهذا المذهب الإسلامي الشامخ أكذلك. والعمل جاد من أعداء الإسلام المتآمرين على الأمة على تكوين هذه الظاهرة ودعمها وتغذيتها. وفي كلا التكفيرين قضاء على الإسلام والأمة الإسلامية، والعداوة من هذا التكفير أو ذلك التكفير ليس لهذه الطائفة بخصوصها وليس لتلك الطائفة بخصوصها. التكفير السني عداوته للسني والشيعي للإسلام كله، والتكفير الشيعي عداوته للسني والشيعي للإسلام كله. ولذلك كان على الأمة الإسلامية ألا تصادق التكفير في خطه السني ولا التكفير في خطه الشيعي على الإطلاق.